صحيح، من فترة طويلة ما شفنا مشهد الكمامة بالسويد، وصار اللي بيلبس الكمامة ينظر له بعين الريبة وكأنه هو المريض والمجتمع كله معافى وسليم. ابتداء من يوم غد الأربعاء 8 ديسمبر عودة التوصيات الحكومية في السويد للبس الكمامة في المواصلات العامة. حزمة إجراءات سيبدأ العمل بها من 8 ديسمبر، وهي فقط في المرحلة الأولى، على أن تأتي المرحلة والثانية بالتدرج في حال ازداد انتشار الفيروس اللي كل المؤشرات عم تدل على أنه في تصاعد. الخطوات اللي يبدأ العمل فيها من بكرة اللي هي بداية مثل ما قلنا لبس الكمامة في المواصلات العامة، ثانيا مطالبة أصحاب العمل تسهيل ما أمكن للموظفين العمل من المنزل. الأمر الثالث، المدارس الجامعية والأماكن التعليم كالأسفي وغيرها تستمر في الدراسة في المكان، ولكن مع تجنب التجمعات الكبيرة. كمان يطلب من البالغين في الأماكن العامة الاحتياط وملازمة التباعد الاجتماعي ما أمكن. كمان حزمة من الإجراءات المادية، منها إلغاء الكارنس دوغ، اليوم اللي هو غير مدفوع أو اليوم الأول في حالة المرض، اللي كان كما كان معمول فيه في سابقا في أيام الوباء، وإلغاء الطلب اللاكر إنتيج لحامل الفيروس أو اللي هو ناشر للفيروس. اليوم سجل 7000 حالة إصابة، أكثر من 7400 حالة إصابة من بعد ظهر يوم الجمعة، يعني معدل 2000 إصابة كل يوم. وكان عنوان المؤتمر الصحفي كرام باوس، يعني أخذ استراحة من المعانقة. شو رأيكم بهالإجراءات، وهل هي بعد إجراءات رخوة لا تماشي المرحلة الخطرة اللي نحن فيها، أم إن هي إجراءات مقبولة؟ يا ريت اسمع رأيكم في التعليقات.